اختياري لمدينة أكادير لهذه النسخة الخامسة التي الأولى كانت بمدينة الدار البيضاء، والثانية كانت بالداخلة، والثالثة كانت عن بعد للجائحة التي كانت، والرابعة اللي درناها في مدينة وجدة. مدينة وجدة هي المنطقة الشرقية للمغرب، واللي خدات واحد النجاح. كل هذا الشيء اللي درناه اللي في الداخلة قمنا بتكريم السفارات والقنصليات التي هي تنسب إلى الدول الشقيقة أو الصديقة أو المؤيدة لحركات المغرب. وأنا أقول لكم ما وصل إليه المغرب وما وصل إليه عالم المغرب كما رأيتم في قطر، كان دولة كتلعب مع دولة ويرفع العالم الوطني، لأن العالم الوطني أصبح بفضل من الله وبفضل صاحب الجلالة نصره الله وبفضل الغيرة والمواطنة ديال المغاربة على هذا العالم الوطني جد إيجابية وجد مقبولة، وأصبح العالم الوطني محبوب عند العالم لا حب سطحي ولكن روحي، وعشق الأشياء كلها فانية ولكن عشق الروح ملوش آخر، لأن كلنا هذا العالم الوطني اللي هو كتشوفوا اللون ديالو اش كيمثل والنجمة الخماسية شنو كتمثل الخضراء. إذا أنا اختاريت هذه مدينة أكادير، اختاريت هذه مدينة أكادير لأنها معروفة بثقافتها وعلمها وأناسها والمواطنة ديالهم، والطريقة اللي عندهم واحد نسبة مئوية جد مهمة في تحرير هذه الأمة من كل ما يضرها. وهذا هو الذي جعلني أقوم بهذه النسخة الخماسية أو الخامسة بمدينة أكادير، لأن كنا كنعرفوا بأن سيدنا كيعطي واحد الاهتمام جد مهم لهذه المدينة، واحد الرعاية بوحدها معروفة ديال التنمية والازدهار. خماسية اختاريت أكادير لأن عندي تكريم ديال هنا فيهم خمس ديال المجالات العلمية اللي راهم يمكن